الخير متابعي طقس العرب في الأردن. نهار اليوم الاثنين سادت عموم مناطق المملكة أجواء ربيعية دافئة، على أن تنخفض درجات الحرارة قليلا في ساعات الليل وتصبح مائلة إلى البرودة. ونهار غد الثلاثاء إن شاء الله أيضا ستسيطر على المملكة أجواء ربيعية دافئة في ساعات النهار. نتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمان لهذه الليلة، بتسجل حوالي 15 درجة مئوية مع أجواء صافية، نسبة الرطوبة عالية 90% وسرعة الرياح 11 كيلومتر في الساعة. دعونا نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة لنهار غد الثلاثاء في عموم مناطق المملكة، ابتداء شمالا كالعادة إربد 28 نهارا 17 ليلا، المفرق بين 31 و 17، جرش بين 30 و 19، عجلون بين 27 و 17 درجة مئوية، بتنخفض ليلا وأجواء غائمة جزئية. المناطق الوسطى مع العاصمة عمان بتسجل نهارا 28 وأجواء ربيعية دافئة في ساعات النهار 18 ليلا، كذلك الحال البلقاء 28 نهارا 18 ليلا، مادبة بين 29 و 18، الزرقاء بين 31 و 20 وأجواء صافية ومشمسة، البحر الميت أجواء حارة نسبيا 34 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 26 درجة مئوية إن شاء الله. المناطق الجنوبية الكرك 28 نهارا 19 ليلا، الطهران 28 نهارا 19 ليلا، الشوبك بين 25 و 18، معان أجواء حارة نسبيا 34 نهارا 22 ليلا، وأيضا أجواء حارة نسبيا بين 36 درجة مئوية بتنخفض ليلا إلى 26 إن شاء الله. المناطق الشرقية الرويشد 34 نهارا 21 ليلا، أجواء صافية ومشمسة، كل ما الصفاوة والأزرق درجات حرارة عالية حارة نسبيا 36 نهارا وبتنخفض ليلا إلى 20 درجة مئوية. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.